السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه. هذه الوصفه هذه اللي هي بالتجربه، يعني عن تجربتي انا الشخصيه اللي انا مجرباها، وكتعطي واحد النتائج مذهله، واللي هي بمكون واحد فقط اللي هو الملح. هذا المكون هذا عنده واحد الفعاليه كبيره في القضاء على الشعر، يعني شعر الجسم. مكون واحد فقط غادي يخلصكم من شعر الجسم نهائيا، يعني هذا بديل الليزر، عنده واحد الفعاليه كبيره في القضاء على الشعر. الطريقه ديال التحضير سهله، اللي هي غادي نحتاجوا ملعقه ملح، ملح الطعام، وغادي نحتاجوا يعني قليل من الماء الدافي، غادي نفرغوه على الملح على هذا الشكل. يعني غادي نبقاو نخلطوا في الملح مع الماء حتى كيذوب. يعني الملح عنده واحد الخاصيه كبيره، انه كيقضي لنا على الشعر الزائد اللي كيكون في الجلد. الا طلع لكم الشعر كيبدا الشعر كيطلع خفيف، ومع المداومه حتى ما كيبقاش يطلع لكم الشعر نهائيا. كيف ما شفتوا الماء سخون كيخلي لنا ان الملح يذوب لنا دغيا في الماء. نبقاو نستمروا على هكذا حتى كيذوب لنا الملح كامل. طريقة سهلة كيف ما شفتوها، هو الماء والملح. اليوم استعملتو الحلوة او لا شفرة او لا اي حاجة كتستعملو باش كتحيدو بها الشعر الزائد. غدا تاخدو يعني هاد الخليط اللي عملت معكم، الماء والملح، وتاخدو اي قطن كان عندكم، يعني سواء هاد القطن هذا ولا قطن عادي، وكتبللوه بهاد الماء على هاد الشكل، وكتبداو تمسحوا به المنطقه اللي كنتو حيدتو منها الشعر الزائد بهذه الطريقه. هذه مني غادي يطلع لكم الشعر، مني يعني الشعر ما غاديش يطلع لكم في واحد الوقت بحال اللي كان كيطلع لكم دائما، غادي يطلع بواحد الاقليه. غادي تبداو تلاحظوا ان النمو الشعر ديالكم بدا كيقلال كل مره استعملتوا هذه الوصفه هذه، ومع المداومه غادي تلاحظوا ان الشعر نهائيا ما بقاش كيطلع لكم. دائما الوصفات خصها المداومه، دائما الوصفه خصكم تداوموها. يعني عن تجربه شخصيه انني كنت كنستعمل الملح، ماشي كنت كنعملو في الماء، انني كنت مني كنت يعني كندخل الحمام ندوج، من بعد ما كنكون استعملت كون استعملت الشفرة يعني في نحيد بها الشعر الزائد في رجلي، كنت كنعمل قماش ديال الملح، قماش بالملح وزيت الزيتون، يعني كنقومي به رجلي ولا فحال هكدا. ولاحظت بلي ان الشعر ما كيطلعليش لواحد الوقت طويل، ما كيطلعش الشعر، يعني الشعر ما كيبغيش يطلع. انا علاش ما قلت لكم ما استعملوش في يعني النهار اللي تكونوا استعملتوا الحلاوة او الشفرة، لان الملح غادي بحال اللحم ديالكم غتبقى توزوز، ويقدر اللي عنده البشره حساسه بحال انا عندي بشره حساسه يعني تقدر تحمر له البشره. داكشي علاش قلت لكم استعملوه حتى لغدا. هذه الطريقه، هذه الطريقه يعني امنه، وما غاديش تخليكم الشعر ينوض لكم على واحد الوقت طويل، ومع المداومه ما غاديش يبقى ينوض الشعر. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كنت يعني كنقلب ان كيفاش الملح ان عنده واحد الفعاليه ان ما كيخليش الشعر يطول، ولقيت ان يعني النساء اللي عندهم البشره السمراء، يعني الافارقه، النساء الافريقيات كيستعملوا الملح في الجسم ديالهم، يعني طريقه انهم ما كيدخلوا يدوشوا داك كيرشوا عليهم الماء فيه الملح، مني كيساليو من الدوش بعد ما كيكونوا استعملوا يعني الشفره ولا دي في الدوش ديالهم كيستعملوا الماء فيه الملح. داكشي علاش كتلاحظوا ان البشره ديالهم ما كيفيها يعني ما فيهاش الشعر، هما البشره كتكون ما فيهاش الشعر. يعني وصفه امنه ومجربه، يعني تجربه من عندي خاصه. انا اي وصفه كنشاركها معكم الا وكنكون انا مجرباها، يعني ماشي كنجي ونحط وصفه وانا ما مجرباش شنو هي هاد الوصفه،
وانا بالنسبه لي انني انا براسي البشره حساسه وكنستعمل هذه الوصفه وهي وصفه امنه ما غاديش تضركم كيف ما قلت لكم ما غاديش تستعملوها النهار اللي تكونوا استعملتوا يا اما الشفره ولا الحلاوه اي حاجه ما تستعملوهاش داك النهار لا غدا عاد غادي تستعملوها باش ما كتهيج لكمش البشره ديالكم. وكانت هذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتجربوا هذه الوصفه هذه وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم ولا عائلتكم هذه باش كلشي يستفد. ولاول مره كيشاهد القناه ديالي ما تنساش تشترك في القناه وتضغط على زر الجرس اللي تحت باش يوصلك الجديد دائما. خليتكم على خير وبسلام عليكم.